ترامب يدعم سارقا موقع تويتر كرد فعل أولي من المصريين تجاه تصريحات ترامب المؤيدة للسيسي، وسط دعوات للنزول إلى الميادين في مليونية دعا لها الفنان ورجل أعمال محمد علي يوم الجمعة المقبل. وغرد محمد علي عبر حسابه أسرار محمد علي بتأكيد أن تصريحات ترامب غير مبررة وتتعارض مع إرادة الشعب المصري، وفيها دعم للسيسي رغم فساده المالي والانتهاكات الحقوقية التي يقوم بها والتي كان آخرها اعتقال المتظاهرين السلميين. واعتبر المحامي الدولي محمود رفعت دعم ترامب للسيسي عداء لشعب مصر بمساندته من يقتله ويسرقه ويفرط بأرضه ونيله. الناشط الحقوقي المصري هيثم أبو خليل قال في تغريدة له عبر الوسم: عايز أبشركم بالخير، الشارع المصري الآن لا حديث له إلا يوم الجمعة القادم وأجواء تشبه 26 و27 يناير. وأضاف أبو خليل: لو السيسي معه ترامب 100 مليون مصري معاهم اللي أقوى من ترامب. ورغم ذلك ترامب حيبيعك يا سيسي من أول محطة وهيصرح السبت لابد من التغيير في مصر. وغرد الإعلامي المصري أسامة جاويش عبر وسم ترامب يدعم سارقا بتغريدة غاضبة قائلا: إلى من يهم الأمر؟ يموت شعبنا في مصر بينما ينادون بالحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية لأن السيسي لا يؤمن بحقوق الإنسان. يرجى الكتابة إلى ترامب للتوقف عن دعم ديكتاتوره المفضل واحترام المصريين. هذا وأعلنت شبكة نت بلوك تقييد عمل موقع بي بي سي وفيسبوك ماسنجر في نطاق جمهورية مصر العربية، وذكرت الشبكة أنه تم تعطيل ماسنجر وفيسبوك وبعض مواقع الأخبار في مصر. وتظهر بيانات مرصد نت بلوك على الإنترنت تعطلا لفيسبوك ماسنجر وخوادم سي دي إن الخاصة بصور فيسبوك وكذلك موقع بي بي سي الإخباري. وتصفح موقع بي بي سي عربي تبين أنه لا يمكن الدخول إليه إلا من خلال مواقع فك الحظر التي تتغلب على حجب المواقع. وتكررت شكاوى رواد مواقع فيسبوك من عدم قدرتهم على التعامل مع تطبيق ماسنجر بإرسال المحادثات واستقبالها. ومعنا عبر الهاتف من اسطنبول أحمد زكي مؤسس موقع سوشيالجي وهو أحد المواقع المتخصصة في وسائل التواصل الاجتماعي. أستاذ أحمد أهلا وسهلا بك، يعني ما الذي يحدث في السوشيال ميديا في مصر؟ هل هناك محاولات حكومية للسيطرة على هذه المواقع؟ هي في الأيام الماضية كانت الأجواء على السوشيال ميديا مثل الأجواء أيام ثورة يناير والأجواء ما بعد الانقلاب، نشاط مكثف من النشطاء والمعارضين للنظام العسكري في مصر. النظام حاول بعدة طرق أن هو يواجه هذه الموجة، والذي ذكرها السيسي في أحد خطاباته العام الماضي أن هو حروب الجيل الرابع، أنها حروب التكنولوجيا. حاول بعمل لجان إلكترونية بالتدخل بحذف الهاشتاجات وكل شيء، ولكن الموضوع بقى بالفشل، إنه في الآخر النتيجة كرة تلج بتكبر أكثر وأكثر وأكثر. فلجأ لآخر حل اللي هو يلجأ لأي نظام مستبد، إن هو يبدأ يحجب في المواقع التواصل سواء بشكل جزئي أو بشكل كلي، يأثر على شرائح معينة من النشطاء، يمنع نقل وتصوير المظاهرات في الشوارع. وده ياخذنا لسؤال استاذ احمد، استاذ احمد زكي هذا ياخذنا لسؤال لسؤال مهم. يعني انت طرحت وقلت انه ربما النظام يحاول ان يمنع تصوير التظاهرات ونقلها عبر فيسبوك لايف او ماسنجر او غيره. السؤال الان كيف يتعامل هؤلاء النشطاء والشباب في هذه التظاهرات وغيرها من الأحداث مع هذه الصعوبات؟ والله يعني بيبقى أكيد في طرق بديلة لفك الحجب، يعني مثلا في تطبيقات الفي بي ان، تطبيقات فك الحجب، في وسائل تواصل أخرى النظام لم يحجبها ولكنها غير مشهورة في مصر، ولكن يمكن البث من خلالها والعمل من خلالها. والشباب حاليا يخوض معركة مع النظام المصري كر وفر ان هو يحجب هنا، والشباب بيشتغل على منصات اخرى في طرق اخرى للتسجيل ورفع الفيديوهات، وليس بثها وسائل من خارج مصر. يعني في هناك اكثر من طريق لتخطي الحجب. يعني هو في الاخر النظام يستخدم آلة قمعية بلا تفكير، ولكن الشباب عنده الكثير من الافكار التي يمكن ان ينقل بها الاحداث من الشارع بدون
اي مشكلات. يعني حتى النظام عندما حجب مواقع التواصل الاجتماعي يوجد هناك تطبيقات فك الحجب كثيره منعت من العمل في مصر، وفوجئ الشباب اليوم ان التطبيقات لا تعمل اساسا. شكرا لك استاذ احمد زكي مؤسس موقع سوشيالجي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا دعونا نتابع اراء عدد من المصريين عبر الخط الساخن ومنصات على مواقع التواصل الاجتماعي بشان المطالبات بتنحي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. النهارده السيسي داخل يا جماعه على 6 سنين ماسك البلد، احب له شكرا انك خليت مهندس ودكتور بيشتغل اوبر وكريم، شكرا انك دمرت احلام الشباب كلها، شكرا انك كرهتنا في العيشه واللي عايشينها، شكرا انك خليت شعب مصر ماشي متنكد بيكلم نفسه، شكرا على البنات اللي عنست عشان الشباب مش قادره تتجوز، ما هو مفيش، شكرا على سيناء اللي انت دمرتها، شكرا على النيل اللي بدا يجف، شكرا على الغاز اللي اتباع، شكرا على الجزر المصريه اللي اتباعت للسعوديه وما نعرفش فلوسها راحت فين، شكرا على الشحات اللي انت شحتها باسم الشعب المصري ما شفناش منها حاجه. عبد الفتاح السيسي ما هو الا قيادي صهيوني احتل مصر سياسيا لصالح الكيان الصهيوني. ترامب يدافع عن المشروع الصهيوني في مصر، مشروع إسقاط مصر العربية والإسلامية وتحويلها إلى مجرد أداة وداعم لدولة الاحتلال الصهيوني. نفسنا نشوف أهالينا، تعبنا، شفنا الذل وشفنا المهانة، اتسجننا، يعني احنا في وقت من الأوقات اتسجننا، كنت أنا وإخواني وأخويا، ربنا يكرمنا ونرجع قريب، ربنا يكرمنا، احنا منتظرين الشعب يقوم، احنا وراكم بندعمكم، والله انا ما بنام الليل عشان لما ارجع، يعني منتظر اللحظه ديت عشان نرجع بلدنا. عبد الفتاح السيسي طالع بيقول ان الاسلام السياسي، وقعد في الامم المتحده مع ترامب، ان الاسلام السياسي، عارف ان ترامب طبعا بيكره الاسلام وما بيطيقش حاجه اسمها اسلام، فطبعا لازم يجيب له الحته اللي هو ايه اللي يقف معاه فيها، فيقول لك الاسلام السياسي. هو انت ناسي ان احنا مسلمين؟ ان انت رئيس دوله اسلاميه، دوله مسلمه، هو انت بتخبط في نفسك؟ هو انت مش واعي انت بتقول ايه؟ طيب يا استاذ عمرو اديب، رد على محمد علي لما قال في 3 فلل اتبنوا للمشير في مراسي، اتبنوا ولا ما اتبنوش؟ وصرفوا كام؟ مشاهدينا كانت هذه مشاركات مشاهدي وجمهور الجزيرة مباشرة عبر تطبيقات واتساب وتليجرام وإيمو عبر الرقم الظاهر أمامكم على الشاشة أو رقم التواصل معنا. مشاهدينا بهذا تنتهي مساءة الليل، نشكركم على طيب المتابعة، نلقاكم غدا بإذن الله في مساءة جديدة. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.